أنا قبل أعمالي تتكلم عن حالة القمع الأمني. قبل أن أخرج من دير الزور دفنتها تحت الأرض، وأنا دفنت 300 عمل من النحت وما يقارب على 250 لوحة. أنا ابن عائلة فنية من الشاعر والقاص والفنان، ما يقارب على 40 سنة وأنا أتعامل بين اللوحة الزيتية وبين الكتلة الرخام أو الخشب. قمت بتنفيذ 5 معارض فردية بماردين، بديار بكر، بأورفا، بأنطاليا، بمرسين. دعاني الوزير وتم منحي الجنسية الاستثنائية. أنا عضو بجمعيتين فنية في تركيا. تم منحي مرسم ومشغل لأكمل مسيرة الفنية. دير الزور رائحة روح التي أحيا بها.